سلام دعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي كوكوب ميديا زيناتات ازعلت حزنا لكم قريبنا لنا فلما قند قندي ار استتاتوم نابخاتكم كنبل بيت مخري من قست تقراي دحري تشعت اوارح علاوي اخيبا كم زجمرة افليتو حيلتات مكل خال تقراي اب كل العفار كاب جرجر كساب ميلي زولو وانا من قدي كم زي تقوزاترون حزد ما كاب اديس ابابا ناب جبوتي زوسد من قدي بقلتوف بمحاز هزب تقراي هزوز سب او رداتا بغت خركب كن قبرينا كبلو جنرال ساعدقان قبرتن ساعي افليتوم ملشاتات كل الأمحارة نحدة والتدراوي أزاز السودان نزخونا كوماندر بمعقاتهم سابة سلطان سودان من قدي إيتيو سودان نزخونا قالابات كمزعات أوو تحبيرو أبي هندي نزقات أما حيال زنابة سعيبو بوحدو حادم إيتن عصر تنسابات كمزموتو تقليسو نايزبلون كالأوت زيناتا تنزرزر نابخاتكم كنبلينا حق إنيان إواناون حبريتا أبي ساعاتو نمركاب نمدلواتنا لايك شيرن سبسكرايبن مقباركم أي ترسعو كسابة فتسامة مدلواتنا دما حبيركم نانخدس أنحو بخبرن عدم سناي مكتتال بيت مخرة تقراي دحري تشعة أوارح لومي علاوي آخيبا كمزة كايدة تحبيرو بيت مخرة تقراي لومي شاد شاي وعلا فولي آخيبا كمزة كايدة بريزدانت من قستة تقراي زخونو دكتر دبرت يوان قبر ميكايل دحري تشعة أوارح سابساب شمون تورحي بيت مخري كمزة قربو بريزدانت مقالي انفرسي بروفيسر كنديا قبر هيوت أبا تويتر قطو أفليتو بمسارات حبريتا تويتر بروفيسر كنديا قبر هيوت دكتر دبرت يون قبر ميكايل نايز حلفو شمون تاوارح تابس اوات اقريبوم نقاط علي كرمتي زتت حزة تلمي من قصة تقرأي دما ريبورت كم زقربو يم ملخت اتلومي ابا كتما مقالة زتخايدة شاد شايو على فولي اخيبا بيت مخرة تقرأي نتقرأي حادة عبي سبكمتي نقدميت زوسدن عبي برك عبيت مخانوون بروفيسر كنديا افليتو أبز حز أوان كابز حلفك أنزا هزب تقراي بلعلي مزعي هزب تقراي أب أت حساسة بي كونة تيركب بزوح مسواتي تخفي للو أب عبي بركي بيت يحوزلو كالس هزب تقراي فتسامئو نخط أبق وحل المراحن متكلاو سانن كمزدليو بزوحات رئيت أم إنها بيركبو كتسال خيدن وسانن من قصة تقراي دما كلو بحان كوتا إنها تتسبب يركب حيلتات مكل خال تقراي بوغن عفار كابج أرجر كساب ميلي زلو من قدي كامز تقوزات أرو جنرال ساعدقان قبرة تنسأي نسينترال كوماند سراوي تقراي وكيلو أبي زهابو مقلتي أفليتو أبز حز أوان سراوي تقراي عبي مغيرو نتبي النامز قبا كامز ركب زفلت جنرال ساعدقان قبرة تنسأي بزعبا قدس علي سبقمتي سراوي تقراي آمل كيتو أبي زهابو مبره دما سراوي تقراي أبا عفار كاب جرجر كساب ميل لزلو وسان من قدتات أب تحت قوزت صرو أعتيو يركب قدسالي قعزو سراوي تقراي دما كاب أديس أبابا ناب جوبتي نزوسد من قدي بقول توف بمقوزتار نهزب تقراي زخوون هزوز سب أو حاجز بقدتا ناب تقراي نخاعتو مقبار مخوانو يحبيرو حيلتات مكل خال تقراي أبا وشتي سلستا معالتات ترح بزكاي الووز أرى مدقعتي أبا قبون كبابتات والديان عريدو من زنبرو سراويتات فاشيشت أبي أحمد نخالقو تزي تفلاليو كفلة سراويتات أمحارا كم أون نريبابليكان قاردتات دمسي سنعينا زبالة جنرال ساعدقان أبز حز أوان حيل ميزان أتوق ملوء نملوء أب إيدا سراويت تقراي كم زركبن أب أديس أبابا تلعيلوون أب زركب تقاومو قزو زمرحن إسورات تقارو زفتحن عينت قعزو كم زهلو حبيرو سراويت تقراي أب قبو زمز قبو عوات لعلو خلوم عواتات دميقو إنا تخل لعي ركب أب وق قبو تسقاقينوم زيتا ساتفو كفلة سراويتات عصر تخلتا عصر تسلستا سلاسان كلتن عسران حدن ملوء نملوء بزبها الكونتات تدمسيسوم يوم
እቲ ኻለ ኣበ ውግ ቆቦ ዘተሳተፈ ሻድሻይ ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት ናብ ሓመድ ተቐይሩ ሓደ ሚእቲ ዝግመት ቁፅሪ ዘለዎም ኣባላት ሪፐብሊካን ጋርድታት ኢትዮጵያ ድማ ወረ ነጋሪ እንተይተረፎም ከምዝ ተደምሰሱ ተሓቢሩ ነይሩ። ወታደራት ትግራይ ብክላሽን መዳፍዕ ዝማረኽሉ ውግ ቆቦ ዓብዪ መስዋዕት ዝተኸፈለሉን እቲ ኩናት ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ከም ዝበፅሐ ዘመላኸተ ምዃኑ እውን ብዙሓት እናገለጹ ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዓብዪ ኣሕመድ ብወገኑ ብሰለስተ ቦይንግ ኣውሮፕላናት ዝተፃዓኑ ሓደሽቲ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ወታደራት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሰመራ ከም ዝተራገፉን ናብ ከባቢ ጭፍራ ብተሰሓብቲ መኻይን ይጓዓዙ ከም ዘለውን ክሳብ ሕዚ ድማ ሰራዊት ዝፀዓና 12 ተሰሓብቲ መኻይን ናብ ሚሊ ገጽ ይጓዓዛ ከም ዘለዋ ሕዚ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመላኽት። ብቆቦ ገጽ ድማ ኩሉ ምንቅስቓስ ናብ ንብሩ ተመሊሱ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ድማ ኣብ ፓትሮላቶም ብምዃን ከተማኦም እናሓለዉ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ። ሎሚ ብዙሓት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎዳናታት መሬት ትግራይ ኣብ ቆቦ ሸናሕ እናበሉ ዒሎም ኣለው። ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከቡ ሚሊሻታት ኣምሓራ ንሓደ ወታደራዊ ኣዛዝ ሱዳን ዝኾነ ኮማንደር ከም ዝዓገቱን ነዚ ስዒቡ ድማ ሰበስልጣን ሱዳን መንገዲ ኢትዮ ሱዳን ከም ዝዓፀውዎ ተፈሊጡ። ሚሊሻታት ኣምሓራ ድሕሪ ንኮማንደር ሱዳን ምዕጋቶም ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከብ ቃላባት ዝበሃል መስመር መንገዲ ክልቲኤን ሃገራት ከም ዝተዓፀወ ኤሪትሪያ ሃበ ዝበሃል መደብር ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እቲ ብምልሻታት ኣምሓሩ ዝተዓገተ ኮማንደር ሱዳን ካፕቴን ባሃ ኢልዲን ዮሴፍ ከም ዝበሃልን ኣበ ሱዳን ጋላባት ክልል ዝርከብ ሚሊተሪ ካምፕ ኣዛዝ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ። ትማሊ ድማ ሰለስተ ትሕት ዕድመ ህፃውንቲ ሱዳን ብዕጡቃት ሓይልታት ኢትዮጵያ ካብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከም ተዓፈኑ ድማ እቲ ማዕኸን ዜና ኣፍሊጡ። እቶም ብሚሊሻታት ኣምሓራ ዝተዓገቱ ህፃናት ነበርቲ ማሕበረሰብ ፈላታ እንትኾኑ ዕድሞኦም ድማ ካብ 10 ክሳብ 15 ከም ዝኾነን ከፍቲ ሕልው ካብ ዝነበሩሉ ቦታ ኣብቲ ከባቢ ብዝንቀሳቀሱ ሚሊሻታት ኣምሓራ ተዓፊኖም ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ከም ዝተወሰዱ ተሓቢሩ። ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከባ ከባብታት ቃላባት ኣብ ዓብዪ ወታደራዊ ናዕቢ ከም ዝርከባን ሚሊሻታት ኣምሓራ ብዝጀመርዎ መጥቃዕትን ዕገታን ኣብተን ከባብታት ዝርከባ ሆቴላትን ካፌታትን ሎሚ ቀዳም ተዓፅን ከም ዝውዓላ ተሓቢሩሎ። ሰራዊት ሱዳን ብኣንፈት ጎንደር ዝተወሰኑ ቦታታት ዝወሰደ እንትኸውን መልሲ ዝሃቦ መንግስታዊ ኣካል ኢትዮጵያ ግን ክሳብ ሕዚ ኣይተርኣይን። ኣብ ሃገረ ህንዲ ብዘጋጠመ ሓያል ዝናብ ብውሕዱ 110 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ኣብ ምዕራባዊ ግዛኣት ህንዲ ማሃራ ሸትራ ብሰንኪ ሓያል ዝናብ ዝሰዓበ መሬት ምህማምን ዕልቕልቕን ብውሕዱ 110 ሰባት ከም ዝቐተለ ተገሊጹሎ። እቲ ዝናብ ብኣማይቲ ዝቝፀሩ ቁሸታት ዝዕለቕለቐ ኮይኑ ብዙሓት ገዛውቲ ብውሕጅ እንትውሰዱ ብዙሓት ነበርቲ ድማ ካበ ዘለዎ ከይንቀሳቀሱ ገይሩ ይርከብ። ሰራሕተኛታት ምድሓን ሂወት ካብቲ ሓደጋ ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ካብቲ ዕልቕልቕ ንምውፃእ እናተጓያዩ ዝርከቡ ኮይኖም ብዙሓ ሰባት ግን ዛጊድ ሃለዋቶም ኣይተፈለጠን ተባሂሉ። ሰራዊት ህንዲ እውን ነቲ ብከቢድ ኩነታት እቲ ዝናብ ተኣጓጉሉ ዝነበረ ሂወት ናይ ምድሓን ስራሕቲ ይሕግዛሉ ተባሂሉ። እታ ግዝኣት ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት እቲ ዝሓየለ ዝናብ ሓምለ ኣመዝጊባ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ንሓደጋ እቲ ዕልቕልቕ ብዙሓት ምክንያታት እንተቐረበ እኳ ብቐንዱ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዕቦ ከም ዝኾነ ተመራመርቲ ይዛረቡ። ትማሊ ዓርቢ ሰበስልጣን ህንዲ ንኣብዝሓ ሞት ምክንያት ዝኾነ ነቲ ሓያል ዝናብ ስዒቡ ኣበ ክልተ ወረዳታት ዝተኸሰተ ምህማም መሬትን ዕልቕልቕን ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም። ንሳቶም ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ካብ ማእኸል ንግዲ ህንዲ ዝኾነት ከተማ ሙምባይ ብኣንፈት ሰሜን ምብራቅ እትርከብ ሓንቲ ንእሽተይ ቁሸት ብሰንኪ ምህማም መሬት ስለ ዝተደፈነት እንተወሓደ 38 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዛረቡ። ሚኒስትር እታ ግዝኣት ኡድሃቭ ታክሬይ
هتوز أخيبات تسوع خوينو بات حرقا قود أثن زبات وحمسابات رديئت كوهابوم نيسا بسلطانات حتيتو كم اون حلفتي منقستي نيتا مساسا لحرقا زيتا قالو عسابات كابتي زنبرلو كبابي أبي مقعاز كم زركبوون تهجاليسو ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ቦገኑ በተሐደጋ ህይወቶም ንዝሐለፉ ዝተሰሙዑ ሐዘን ገሊጹ ጉዳት ዝበጽሑም ድማ አድላይ ዘበለ ድጋፍ ከምዝግበረሎም ተዛሪቡ መርከባት ህንድን ሰበስልጣናት ምቁጥጻር ሐደጋን ህይወቶም አብ ሐደጋን ዝወደቀ ሰባት ንምድሓን ናበገማገም ባህሪ ተጓዒዞም ተባሂሉሎ ዝኸበርኩም ተከታተልትና ንሎም ዝሐዝናልኩም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ክሳብ ወዳታ ስለዚ ተከታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ክብርን ሞገስን ነቶም ስለ ትግራይ አበ በረካታት እና ተኳሽዑ ዝርከቡ ተጋደልቲ ትግራይ ሕዝውን ትግራይ ትስዕር በብዘለኹም ወፀት ጽቡቅ ተመኒናልኩም ሰላም ትግሉ ካበቃ ቢያንስ እንደተነገራችሁ ከሆነ ያንዱ ጊዜ ማልፈጀበትም ትግሉ ሲታወጅ ተጠናቋል ተብሎ ግን እስካሁን ድረስ ትግራይ ምድር ላይ ነው ያለነው አልተጠናቀቀም እስካሁንም ድረስ ፍልሚው ቀጥሏል ማለት ነው የቀጣዩን እግዚአብሔር ቢያቅም አሁን ላይ ግን ጥሩ ነገር እንደሌለ በትግራይ ህዝብ ላይ ብዙ አይነት ነገሮች እየመጡ ስለሆነ ሰራዊቶቻችንም የድሃ ህዝብ ልጅ እያለቀ እንደሆነ ብታቁ ደስ ይለኛል አብዛኞቹ ቤተሰብ ማለት ልጅ ወጣት ልጅ ያላችሁ ራሱ መከላከያ ብላችሁ ስታስገቡ ራሱ ትንሽ ይሆነ ከዚህ በኋላ ከበድ እንዲላችሁ ልጃችሁን ብትመክሩ ብዬ ያስባለሁ እነቴ ነው እኔ ከዚህ በኋላ አሁን ለመናገር ይሄንን ቃለ መጠይቅ ራሱ ስታደርጉልኝ በፍቃደኝነት ቃል ልሰጥ የፈለኩት ከዚህ በኋላ ለምንም አይነት ነገር እንደ አይነት ነገር ላይ ልሳተፍ ስለማልፈልግም ጭምር ነው ምክንያቱም አየሁት ህይወት ያስተምራል ይፈትናል ፈተናውንም ህይወቱንም አየሁት ሰላም እንድንሆን ምኞቴ ነው ይሄ ነገር ጣፍቶ ሁለተኛ ነገር ግን ማስተላለፍ ፈልገው ግን ለኢትዮጵያ ወታደር ግን እኔ በሰላም ገብቼ ግን እዝክል ላይ ስንት ሰው እንዳለቀ የኢትዮጵያ ወታደር እዚህ ምድር ላይ እንደቀረ እኔ ማናገርም ፈልገው መጀመሪያ እዚህ ያለው ወታደር እኔ እንዲወጣ ምኞቴ ነው ክልሉ እንዲለቅ ማለት ነው በቃ ሁሉም እናትና አባቱ ጋር ገብቶ የራሱን ስራ እንዲሰራ ከዛ ከህርኩ በኋላ ደግሞ እዛ አዲስ ገቢ ካለ እንዳይገባ መልክተን አስተላልፋለሁ እኔ እና ሁለተኛ ደግሞ ማላገር ህጅ ፈጣሪ ብሎ እዛ ከህርኩኝ የትግራይ ህዝብ በብዙ ነገር እንደተጎዳ ብዙ ነገር ብዙ ግፍና ብዙ በደል እንደደረሰበት ይሄን ማስተላልፍ ፈልጋለሁ سمرحتم تفلقلق سراوي تقراي مستنقر عود دبيقو مدرسة معاي بالهدف لقلق